السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا التاريخ لا يباع ولا يشترى. لما نقول تاريخ نقول الدكتور مسعد عويس. تاريخ مصر في الرياضة والفكر المتطور خدم مصر والرياضة على مستوى عصور وتاريخ لا ينسى. طبعا رئيس الجهاز الرياضة الأسبق وأستاذ جامعة حلوان طبعا الدكتور مسعد عويس. احنا بالمؤسسة بتاعت الدكتور مسعد عويس، وإن شاء الله يكون في اتفاق لخدمة المجتمع المصري وعودة الشباب والرياضة إلى ما سارها الصحيح بالطرق العلمية الحديثة. وإحنا كمؤسسة جماهير الأهلي لكافة المجالات الرياضة والإعلام والفن والإبداع بنكرم الدكتور في مقر المؤسسة، ونقول له إن شاء الله بالتوفيق دائما يا دكتور، وإن شاء الله في تعاون مشترك لخدمة مصرنا الغالية والوطن العربي وأفريقيا وأسيا في كل المجالات، في كافة المجالات، في كل المراحل العمرية من صغير لكبير. إن شاء الله هتلاقونا فعلا مصر فوق الجميع، وإن شاء الله يكون برنامجنا إيد واحدة لكل العالم بإذن الله. وإحنا بنكرم سيادة الدكتور.